صباح الورد والفل على أجمل يوم سعيد. صباح الفل عليك يا فندم. ناخد صباح الرسائل مع بعض. التوقعات. يلا ناخد الحمل. الحمل اكتمال أمر اليوم أو مشروع بعد فترة من التخطيط. تمام. أما برج الثور استقرار وسعادة أسرية ولم شمل ومصالحات. حلو جدا. ممكن تكون كمان ربوع منفصلين بإذن الله. أما الجوزاء أنت بصدد الموافقة على أمر هام في حياتك. أما السرطان تنال اليوم تقديرا قويا يرفع من روحك المعنوية. على فكرة التقدير ده ممكن يكون تقدير معنوي أو تقدير مادي، يعني ممكن التقدير ده يكون كلمة حلوة جدا هي ساعات أو الكلمات الحلوة أهم كتير أحيانا من التقدير المادي. التقدير المادي مطلوب برضه يعني، عشان الناس لا، ما تزعلش وأحيانا مني. التقدير المادي بيرفع الروح المعنوية يعني، أو مش أحيانا وعلى طول بس التقدير هي المادي بيرفع الروح الكلمة المعنوية الطيبة بترفع المعنويات أكتر. أكيد. وعلى فكرة في علم الطاقة عندنا الواحد لازم يطلب تقدير، ومفيش حاجة اسمها يعني التقدير أو الاهتمام ما بتطلبش. يعني حتى لو بتقدمي لابنك حاجة أو لحد حاجة، قولي له قول شكرا أو اطلبي شكرا. إما بتقولي كده بتزودي نسبة تقديرك أو ترددات تقديرك في الكون. تمام كده؟ يلا معلومة طاقية. معلومة جميلة. يلا. أما الأسد توقيع عقود رسمية تحقق لك التوازن اليوم والاستقرار. تمام؟ تمام. البرج اللي أما بعده. العذراء تفكير عميق لاتخاذ قرارات مستقبلية. تفكير عميق، يعني يركزوا بقى ويعملوا النصيحة اللي قلناها لهم بالدراسة في أول الحلقة، يفكروا ده كويس لازم، ويفكروا بصوت عالي شوية. ده لازم تفكير منظم. تمام. أما الميزان لا تنشغل بأي خسارات اليوم ولا تندم على خير فعلته. يعني نتمنى ان كل الناس ما تندمش على اي خير بتعمله. العقرب. 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 العقرب انا بقول اجلها يا استاذ علا، يعني اللي بعد الهوا. تفكير حاد يبقى في بيني وبينك. ايوه. العقرب تفكير حاد في استثمار مالي للمستقبل. ماشي. تفكير حاد في استثمار مالي في المستقبل. هي انا ما حنكه مالي. بفكرش يعني بحده، بفكر بهدوء. دايما استاذه سونيا بتجيب لنا الابراج بس يعني بالنسبه للحمل والعقرب، يعني بتتوصى بينا الحمل. توصيه. اخد توصيات. تمام. القوس. القوس تحقيق امنيات ووفرة وسعاده. اما الجدي هناك من يريد استغلالك، احذر هذا الشخص. يا ريت والنبي الجدي يخلي باله النهارده. يعني برج الدلو. الدلو انسحاب من علاقه او شراكه عمل والبحث عن بديل آخر. الحوت. الحوت بقى احذر من فوضى التفكير والقرارات الخطأ. انتبه لحالتك النفسية يا برج الحوت. كده اللي متجوز أو متجوزة عقرب أو حوت ياخدوا بالهم النهاردة، موضوع التفكير مشترك ما بين الاتنين كده. لا بس العقرب دي حاجة كويسة، هو جاي له مال وهيفكر يستثمرها مش هيصرفها، يعني هو بيفكر يعمل حاجة للمستقبل. تفتكري هو برج إن العقرب من شاء الناس الله. اللي بتستثمر فلوس؟ والنهارده بقى خدي حسب بالك من الفلوس الإجابة يا اللي أستاذة هتجيب. سونيا. النهارده كان في الشهر بس عشان نشوف برضه. انا خايفه بس تقعدي تفكري وبكره الاقي استاذ احمد لوحده اللي بتفكري بقى في لا لا المال. ممكن اعمل بقى تفكير. مشروع ما حصلش كده و انت تشوفي بقى الموضوع، يعني لا انا الموضوع ده احسن لي بالنسبه لي، استثمارات تانيه. انا اقول لحضرتك بعد الهوا انا هعمل مشروع ايه. هو ليه دايما يعني برج الحوت احذر كذا 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 يا برج الحوت، ولا ده موجود في الباقي وانا مش باخد بالي؟ لا هقول لك، انا دايما بقولها يا برج كذا لما يكون تاكيد، لما يكون في حاجه يعني انذار او ارشادات او مخاطر. تمام. فبقول يا برج الحوت او يا برج اي برج كتنبيه يعني، تنبيه عشان يخلي باله جدا، لاني بيبقى عندي طاقه سلبيه. بس انا دايما بقول، انا بحب اقولها في صوره انذار، مش طب هو بنقول حاجه استاذه وحشه. سونيا في ابراج متهوره في قراراتها، يعني ما بتفكرش بجدية كده وتقعد تعمل طبعا خطة كده قبل ما تقوم بالعمل اللي طبعا، هتعمله؟ عشان كده في أبراج نارية أبراج هوائية أبراج ترابية. الأبراج النارية بيتصرفوا وبعدين يفكروا. الحمل القوس الأسد يتصرف وبعدين يفكر، يندفع وبعدين يقول إيه. يا ريتني ما عملت. على فكرة هم أبراج طيبة جدا، عشان كده مندفعين.
هو المندفع طيب، انما اللي مش طيب اللي بيقعد يخطط ويفكر ويشوف هيعمل ايه. انما الابراج الناريه لا، من الطيبه بس مندفعه، فممكن طب يعني طيب. لا طيب. في سؤال، برج الثور من الابراج المندفعه؟ برج الثور هو مش هنقول مندفع، لا هو مش مندفع بس بيرمي طوبه كده تأذي اللي قدام، بالعكس هو مش مندفع بس ما بي مش دبلوماسي خالص، يعني يقول لك الحاجه زي ما هي بعد تفكير، يعني هو بيفكر ويقولها لك زي ما هي برضه. يعني يقعد يفكر وبعدين دبلوماسيه يعني. لا هو مش مندفع بس تقيل يعني ليه لزومه التفكير بقى، ما يضيعش وقت يقول على طول بعد كده. لا بفكر يعني هيقولها ازاي، بس هو واضح انه مش هيجامل يعني. طب استاذه سونيا، من ابراج النهارده ورسائل النهارده اللي اتكلمنا عنها على ذكر كذا، يا برج الحوت يا برج الدلو او غيره، ايه الابراج النهارده اللي نقدر نقول كده ابراج يعني رسائلها تحذيريه شويه ياخد باله؟ برج الحوت وبرج الجدي وبرج الميزان و بس هما دول الثلاث ابراج اللي نعتبر انذارات النهارده وتقال شويه علينا. احنا في العشرية الأخيرة لبرج الدلو أخبارهم إيه في آخر أيام ليهم؟ وحضرتك امبارح قلتي إن بما إنه الأيام دي بتاعت أو بتخص البرج الفلاني فهي بتكون محملة ليهم برسائل طيبة يعني. هم خلاص الظاهر عشان البرج هيخلص فبدأنا إيه بقى؟ بدأنا نخش في الغميق. بدأنا نخش في الغميق لأن النهاردة عنده انسحاب من علاقة أو شراكة والآخر يعني ممكن نكون بننهي حاجات وهي حاجه مش مستحبه، بندور على بدائل اخرى لان البدائل الاولى مش حلوه ومش راضيانه، فخلاص احنا بنخرج من برج الدلو معلش عشان هندخل بقى على برج الحوت، فبرج الدلو ينتبه برضه. يعني وبرج الحوت بقى ان شاء الله ايامه تكون لطيفه وجميله، وبرج الدلو كل الابراج، احنا يعني دايما مع حضرتك بنحاول نقدم رسائل طيبه كده تكون كلها امل وتفاؤل في بدايه اليوم. شكرا لحضرتك ويوم حضرتك سعيد. استاذه سونيا الحبال خبيره الابراج،